نصر جلبيني من هناك ملعوبة الكرة بشكل ممتاز بالخسر تبادل مع كوكبو بين لاعبين كوب وكوكبو يا سلام يا سلام يا سلام جول 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 أول لشباب بلوزداد يا له من نسج كروي يا له من رسم تكتيكي جميل بطريقة الإعادة يا سلام أوه بطريقة ممتازة دخول سليكس مراوغة بارعة يا سلام يا سلام بامتياز وبروعة 1-2 ثم المراوغة والتهيئة ثلاثة لاعبين مرور بطريقة ممتازة والهدف الأول لشباب بلوزداد أفضل سيناريو قبل مرور ربع ساعة الشباب يفك العقدة ويفتح باب التهديف في انتظار القادم وفي انتظار أهداف أخرى تسهل مهمة الشباب في لقاء العودة بالقاهرة في 5 ديسمبر القادم السبت المقبل مصطفى كويسي أفضل سيناريو في هذه البداية أفضل سيناريو والهدف جاء في وقت المناسب ولكن لازم هنا نتكلم ونعطيه يعني كما يقول لك دون أن يرسع قميصه بلقب قاري آخر مشاركة في دوري الأبطال كان سنة 2001 والإقصاء في الدور الأول أمام جون دارك هنا الكرة بلوزدادية الخطورة تبقى هنا التسديد الحارس لكن ترجع بلوزدادية من جديد الخطورة هنا ينطلق شباب بلوزداد المراوغة الجميلة ولكن الدفاع كثر من المراوغة نوعا ما كثر من المراوغة نوعا ما سالم حسين عوامل ستصب في صالح فريق شباب بلوزداد الإعادة مع مخرج المباراة إبراهيم أو رضوان حاج إبراهيم أعجبه كثيرا كبير في محور في منطقة المنتصف كوكبو هنا ماذا سيفعل بهذه الكرة يدور ويسدد ولكن بين أحضان التمريرات يرجع له من جديد لدراوي يطلب الكرة حسين سلمي توصل من هناك في متوسط الميدان أوه روعة من كوكبو بطريقة ممتازة مراوغة رائعة والمخالفة على فايز أحمد